أعلنت وزارة الخارجية الروسية ترحيب موسكو بجهود الوساطة المصرية في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في قطاع غزة. وجددت الخارجية الروسية موقف بلادها المؤيد للاستعادة الفورية لنظام وقف إطلاق النار حول غزة. ودخلت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حيز التنفيذ بوساطة مصرية بعد اتفاق على وقف إطلاق النار مساء أمس. We'll be right back.